فكرت تيجي وتسأل؟ أنا قلت إنك أنت صرفت نظر، غيرت رأيك يعني. لا يا هانم، أنا لا صرفت نظر ولا غيرت رأيي، أنا بس شايف إن مفيش حاجة جديدة حصلت بالنسبة للوضع في المصنع. ما أنا مش شايفاك عملت حاجة. عملت إيه عشان تقرب البنت منك؟ مش مدياني فرصة يا ماما، كل ما أقرب منها تبعد كأني مريض ومرضي معدي. أنت اللي تخلق الفرصة يا ابني وتتقرب منها. تاني يا ماما، تاني وتالت تديها فرصة. أنا متأكدة إن الظروف اللي هي فيها دلوقتي هتوافق على طول. ظروف؟ ظروف إيه؟ هو حصل حاجة؟ يعني مرض أخويا شوكت ويحيى دخل السجن. يحيى؟ يكون مين يحيى ده؟ على العموم يا ماما، شوفيني موضوع المصنع وانا مستعد انسى موضوع يحيى واعتبره كان لعب عيال. وانا موافقه على العموم. خيرت جايه النهارده عشان تتفقوا على ميعاد الفرح والمصنع. والمصنع ما تقلقش. ادخل. عفوا يا فندم، خيرت جايه شرف. خيرت شرف. خيرت جايه، انا ما اقدرش اخليه يستناني. ولا انا اقدر اتاخر يا حبيبي. وحشتيني. وانت كمان يا خيرت. ازيك يا حبيبي؟ تعالى اما اعرفك. من فضلك سيبيني انا اخمن. انت ادري بيان؟ بيان. سعيد قوي اني شفتك. امال فين بقيه الناس؟ فين ندره؟ بعدين هقول لك. بعدين. وفين نونا؟ نانا بتلبس وجايه حالا. مش هقدر استحمل، هطلع اشوفها. باخده ادري، باخده ماما. يا حبيبي. بونسوار. ايه؟ مفيش بوسه لبابا العجوز؟ آه فهمت، ست البنات مكسوفة من حضن بابا عشان بقى لها مدة طويلة ما شافتوش. تفتكر ده ذنبي أنا؟ ها؟ لا طبعاً مش ذنبك، بس مش ذنب أي حد كمان. أنا جاي عشان أفرح بجوازك مش عشان ندور على ذنوب الناس. بالبساطة دي؟ ما فكرتش في الطفلة الصغيرة اللي انت سبتها مستنياك من سنين؟ تسحب الكرسي وتقعد تستنى رجوعك في البلكونة. حولت حياتي كلها انتظار. قاعدة استنى استنى استنى. ايه؟ مش عارف. مدهش، سوبرب. انا فرحان جدا، بنتي كبرت وبقت تقول كلام كبير. ما هو اللي انت عملته فيا كبرني قبل الاوان. مفيش لحظة واحدة احتجت لك فيها ولقيتك جنبي. نو نو نو، ما تقوليش كده. انا سبتك هنا في رعاية ماما، احسن ورقة انسانة في الدنيا. بالظبط، عشان كده عمرها ما نسيت ان انا بنت اشجان الرقاصة. عار لازم تداريه في ظل راجل عشان برضو تديك الفرصة تستمتع بحياتك وترجع من فرنسا نص كلامك فرنساوي. سو جوست، انا دلوقتي بتكلم فرنساوي كويس قوي. بس يا خسارة، معلموكش هناك ازاي تحس بالذنب وانت سايب طفلة صغيرة لوحدها يوم وفاة امها من غير ما تاخدها في حضنك ولا حتى تمسح دموعها، وجاي دلوقتي تطلب مني بوسه لبابا العجوز؟ يعني ايه؟ خلاص انا ماليش مكان في حياتك. داكو داكو تلكيكه يعني؟ ايه؟ عايز تخلي مسؤوليتك مني؟ عايز تهج من اول وجديد؟ امال امتى هتحسسني انك بابايا؟ والدي يا بابا. امتى هحس ان انا مسؤوله منك؟ ها؟ امتى؟ امتى؟ لما شعري يشيب زيك؟ امال انا رجعت ليه؟ مش عشان انتي مسؤوله مني يا حبيبتي. مسؤوله منك بالكلام وبس. نو بالكلام وبالتجربة. ناقصك حاجة؟ بار المنامور. مخنوقة يا بابا، مخنوقة. وضع اتفرض عليا بالقوة وانا مش عايزاه. شوفي شيري، انا لما عشت في باريس عرفت يعني ايه حرية الانسان. كل انسان مسؤول عن اختياره. مش عايزة اتجوز ادري يا بابا، مش عايزة اتجوز اي حد، عايزة اكمل دراستي. حقك تقلبر، محدش يقدر يناقشك فيه. يعني هتقف جنبي وتساعدني؟ بيان سير، هقف جنبك واساعدك طبعا. خلاص يا بابا، انزل لأنا وقولها الكلام ده. انا مين؟ جدتي، مامتك صفيناز هانم. هي ماما اللي اختارت. هو في حد هنا بيختار غيرها؟ نونا، احنا كلنا هنا وانا اولكو، لازم نسمع كلام ماما. يعني ايه؟ مش هتعمل حاجه؟ لا طبعا هنعمل، كلنا هنسمع كلامها. انت هتقول لي
ما هي المصيبة كلها ابتدت إن إحنا سمعنا كلامها من الأول. يا حبيبي ما تشغلش بالك بيها، أنا عارفاها كويس واخدت على تصرفاتها كمان. يا ماما أنا المفروض أقعد مع العريس عشان أتفق معاه. يا حبيبي ماما رتبت كل حاجة خلاص. يعني هو مشي؟ يعني أنت اتغديت ولا لسه؟ أيوة أنا اتغديت في الطيارة. وداد شوفي طلبات خيرك بيعي إيه عشان العشاء. تؤمر بإيه حضرتك؟ أنا متشكر جدا إنك اديتيني فرصة أتكلم معاكي. ولو إني مش عارف أنت ليه بتكرهيني. مش ده كان بيساعدك يا أستاذ أدري؟ يساعدني إنك تكرهيني؟ مش ده كان كلامك؟ أنا لجأت لك وترجيتك بكل إخلاص وصدق إن أنت تبعد عني، وقلت لك إن أنا قلبي مش ملكي، وما ظنش حضرتك ناسي كان ردك إزاي. كلمتني عن الخيل وعن الفارس اللي بيساعده إنه يجبر البنت على غير إرادتها. سوري أنا مش متوحش علشان أقول الكلام ده، بس أنا متأكدة إن هو ده كان ردك. وافرضي عايزاني أعمل إيه بعد ما رفضتيني وفضلت عليا تلميذ لسه ما اتخرجش من الكلية؟ كنت عايزاني أسقف لك أقول لك برافو أقول لك مبروك كويس جدا إني لسه متمسك بيك. ما تيجي ننسى الماضي نبطل نتحسب عليه، ولا انت قلبك مش معاكي؟ مع المناضل خريج السجون اللي مش هيشوف الحرية تاني ابدا. هما 3 سنين بس. لا انت بتحلمي، ده خلاص اتعود على كده، وحتى لما يخرج هيفضل متراقب، ومع اول حركة سياسية هيرجعوا المعتقل تاني. صدقيني تعالي ننسى اللي فات، وانا هقبلك زي ما انتي، مش هحاسبك على اي حاجة فاتت، بلاش حتى كعريس اتقدم لك، كأخ ليكي. جربي. ايه يا بنتي؟ ايه حكايتك مع التليفون معاك؟ عمالة تشيل السماعة وتحط السماعة، حد طلب يقابلتي؟ حد طلب يقابلتي؟ في ايه؟ ما هو من غلبي، عايزة أعرف سبب الوكسة اللي أنا فيها. تعرفي ايه؟ أنا مش فاهماكي. قال لي هيجيب لي عدلي من حنك السبع. هو مين؟ هو أدري، وفي غيره. طب هيجيب لك عدلك ازاي؟ قال لي لما يتلم على حصته في المصنع هيكتب عليا طوالي. نعم يا أختي، وبنت الزواج اللي عايز يتجوزها. يو يا مرات ابويا، اهو قال لي وخلاص. قالك وخلاص وانت صدقتيه؟ صحيح يعملوها ويقيلوا. اكلمك بصدق، انا عمري ما جوزت خطر في بالي، عمري ما فكرت ان انا اتجوز وانا لسه ما خلصتش دراستي، عشان كده انا بكره السرايا دي اللي خانقاني وعايز اخرج منها اشتغل وادرس واشوف الدنيا. مفهوم، لغايه يحيى كمان ما يخلص دراسته. اطلاقا يحيى ما كانش السبب الحقيقي، انا بس قلت لك كده ساعتها علشان تبعد عني. امال ايه السبب الحقيقي؟ انا ما بحبش ابقى هانم، ما تعودتش على كده، مش بحب ان انا اقعد في البيت اتستت كده ما اعملش حاجه. انا بنت شعبيه عايزه انطلق واشوف الدنيا واعمل اللي نفسي فيه وابقى على حريتي واتعلم من الدنيا. ودلوقتي كل الناس واقفه ضدي، حتى انكل شوكت كمان عايزنا اتجوز. طيب ما انت ممكن تتجوزي وفي نفس الوقت تكملي دراستك. اتجوز ازاي يعني؟ بعدين اتجوز مين؟ انت لسه بتفكري في يحيى؟ افكر فيه ازاي وهو اصلا ما بيفكرش فيه؟ امال استاذ ادري، احنا لسه ما نعرفش بعض، اديني قبل فرصة اعرفك قبل ما تتكلم عن الجواز. مش مهم نعرف بعض قبل الجواز، معرفة الحقيقية بتبقى بعد الجواز، وانا مستعد اصبر شهر 2 3، انا مستعد اصبر على طول صدقيني. انت بتبصلي كده ليه؟ انا خايفة من نظرتك.
ايه؟ كذاب مثلا؟ يعني حسن انه عكس الكلام اللي انت بتتكلم عنه عن الصبر. يا عبيطة اوعي تكذبي حد عايزك ومحتاج لك، لازم تصدقيه. ها صدقيه. عن اذنك. اسكتي. عايز تضحك عليا؟ بتشتغلني؟ بتنيلني في العسل؟ هتضحك يا لهوي. خالص بلاش فضايح، هتلم علينا الجيران الله يخرب بيتك. رضيها يا بيه، رضيها بدل الفضيحة قصاد الناس. وانا كنت عشت عنها حاجة بس هي تتكتم. هتكتم هتكتم يا مهنني يا مستتني، وهجيب طين واحطه ببقي واقفله خالص. اسأليه اسأليه يا مرات ابويا، مش خد اللي بباله خلاص؟ مش خد اللي هو عايزه؟ استني بس عليا يا حبيبتي لما اخد نصيبي في المصنع، هتشوفي هعمل لك ايه. مش خدته؟ مش خدته خلاص؟ خدته ولا ما خدتوش؟ مش شغلك. لا شغلي، وهتكتب عليا يعني هتكتب عليا. مش لما اكتب عليها هي الاول؟ لا يا حبيبي انا الاول، وبعدين انا خلاص شودي جاهزين، وحنزل اجيب المزروع على حسابي. كتمة خالص. بقولك ايه، ما يهمنيش الكلام بتاعي ده، وعلى فكره عايزه تصوتي صوتي. برافو، صوتي كمان. بس ما تغزنيش. اوعي ما تبقي من سكتي. تعالي يا مغلوله هنا، هتنزلي بالهدوم اللي عليكي. هروح للهانم اللي كتبت له، الهانم اللي حلف لها على المصحف انه هيبعد عني ومش هيقرب لي بعد كده. الكذاب ابن الكذابة. لا ومش كده بس يا قدري، لا يا حبيبي ده انا هعزمها هنا في الشقة، تيجي تزورني في عش الحب. عش الحب اللي انت بتدفع ايجاره كل شهر يا دي. يا ده انا اللي من توبك، ده انا اللي فهمك وحفظاك. انت ما تسلكش مع الصنف الزواتي ده، انت كنت بتجري ورايا زي الكلب. مجنونة. لا ما تستنيش، سيبيها تنزل يا مستورة هانم. اتفضلي يا اختي انزلي، بس لعلمك اخرج في الشقة دي يومين، من اول الشهر مش هجدد، وبيشوفي اي عشة بقى تقعدي فيها. يعني يرضيك يا قدري بيه؟ عايز ترمينا في الشارع بعد ما سيبتنا شقتنا اللي كانت متويانا؟ وارميها في السجن كمان مادام ناوية تفضحني. شهد عليا مرات ابويا، انا ترمي في السجن يا ادري؟ يا ما وطيت على ايديا دول عشان تبوسهم، يا ما سفيت التراب عشان ارضى عنك، يا ما قعدت تغزل فيا بالايام والليالي. اقول عليك يا ادري انا ادخل السجن والاسم بتحبني؟ اما لو كنت بتكرهني كنت عملت فيا ايه؟ يبقى تلمي الدور يا سلوى، مش انا اللي تلوي دراعي. مستعد اوطي على رجليك ابوسها، بس النهارده نجيب المأذون. لا انا اللي حدد، وكلمه زياده تانيه مش عايز، وانت عارفه. خليها تعالى يا ست مستوره. معلش يا اخويا، منعول ابو الشيطان لابو وقفه الشيطان، يكفينا شره. وبابا اخباره ايه؟ نقلوه من معتقل الفيوم، راح معتقل الواحات، بس برضو مفيش زيارات وجوابات. ونانا، نانا ايه اخبارها؟ نانا مالها نانا؟ ايه؟ في حاجة انت عارفاها ومش عايزة تقوليها ولا ايه؟ انساها احسن، صدقني، واعتبر العلاقة انتهت لحد هنا. ليه؟ اوعي تشوهي صورتها، انا متأكد انها مش ممكن تتخلى عني. محدش متأكد من حاجة اليومين دول، انت شوف حالك وخليها كمان تشوف حالها. معناه ايه الكلام ده؟ عارفه ايه ومخبيه عليا؟ نانا صورها في كل الجرايد، نانا اتخطبت وحددوا ميعاد الجواز. لا مش ممكن، مش ممكن نانا تعمل كده. والجواز امتى يا ولاء؟ الزياره انتهت. الجواز امتى يا ولاء؟ انطقي. هكتب لك جواب،
اول ما هنقبض اعاده الشؤون الاجتماعيه. شؤون اجتماعيه يلا يا اخي انا مستني حد يشيلك. انطي على وصول ان شاء الله. ومن وكيل العروس؟ انا مولانا. سالتها هي موافقه. نسالها شرعا زياده في الاحتراس. حاضر نسالها. حبيبة عمو شوكة عايزة تقولي ايه؟ بص يا عمو انا اشترطت عليه ان هو يسيبني شوية لحد ما اعرفه وناخد على بعض، وهو بالمرة اكمل دراستي. عين العقل يا حبيبتي. ما هو مش حكاية عقل يا عمو، حكاية ان انا عايزاك تكتب الكلام ده في العقد. يا حبيبتي الكلام ده ما تكتبش في عقد الجواز، ده تتفقوا عليه بس. طب وعلى العموم يعني انتوا مش سبق اتكلمتوا في الموضوع ده؟ ايوه يا عمو بس خلاص بقى قدمي حسن النيه ويلا عشان ما نتاخرش على المأذون اكتر من كده. خلاص يا عمو. خلاص ايه يا حبيبتي؟ انا موافقه. سلوى يا حبيبتي كوبايه ليمون انما ايه هتروقك قوي. يوه سلوى سلوى بنت سلوى يا مجنونة يا سلوى ما تخليليش انزل وراك بالجلابية. سلوى جنها ابن المجنونة ده يجنه. اتشهد يا عم نور، شوف بلاوة ما تحدف علينا عاد. بلاوة ما تنفضك يا بواب الخرابة يا بواب الندامة، بالك انت لو ما فتحتش الباب عارف اعمل فيك ايه؟ افتح يا ست دي. ايه الحكاية هرتبيس عيسى وكالة من غير بواب ثم تعالي هنا؟ انت مين وعايزة ايه؟ انا عايزة يا العريس يا اما العروسة. كده 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 بالمنظر ده باللبس ده شوري ما ينفعش، دي حفلة يا حالي وكل الناس لابسة ملابس سهرة، ثم كمان جميع المعازيم معهم كارت الفيزيت، دعوة من صاحب الشعر. انت معاكي دعوة من صاحب الشعر؟ انت لو بتحب العروسة وعايز مصلحتها خليها تيجي تكلمني، قول لها ضرتك بره وعايزاكي في كلمتين. باين عليها بنت مجنون، امشي لا خسر دماغك حاط. ده
مكسر دماغ مين يا ليل الادب؟ مكسر دماغ مين؟ خلينا نفتح البواب. العريس اهلا يا اخويا وسهلا. التهنئه ديت من سلوى بنت القسطى غنيم، فاكرها يا باشمهندس ولا نسيها؟ مالك مكسوف وملخوم من ايه؟ نسيت ايامي ولا فكرك بيها؟ بعدين يا سلوى بعدين. لا يا حبيبي مش بعدين، بعد العيد ما نفتلش كحك، المأذون جوه والمعازيم موجودين يشهدوا على جوازنا، اكتب علينا احنا الاثنين، ولا انا اللي ليا البوكا وهي اللي تشم المستيكه. بقول لك ايه؟ افتح الباب، ركبني جنبك. ركبني جنبك، انا قتلتك الليله دي يا ليل القصر. عني يا بني ادم، افتح الباب وما تدخلهاش. بقول لك افتح الباب، افتح الباب يا قاتل. باين عليك مجنونه. انا بقول لك اوعى اوعى يا راجل يا عجوز انت، اوعى اوعى. بقول لك انا بنضرب يا ادري. هضربك وحش ضهري كمان. اوعى عاجبك كده؟ اوعى تفتكر ان كلاب جهنم دول هيحشوك عني. هتروح مني فين؟ هوريك سلوى بنت اللوسطى غنيم هتعمل فيك ايه يا ادري، وانا وانت والزمن طويل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. لحظة واحدة من فضلك يا مولانا. ايه في ايه؟ الهانم عايزة ادري بيه. اتفضل معايا. عن اذنكم. اوامر الخبر وصل لحضرتك. نور يشكر اللي بلغني باللي حصل، بيأدي واجبه. لو سمحت يا نور تتفضل بره وما تخليش حد يخش علينا. حاضر يا فندم، بعد اذن سيادتك. تفسير ايه يا صافيناز هانم اللي عايزاني اقوله لحضرتك؟ من غير ما تعلي صوتك. المهزلة اللي حصلت قدام باب السرايا، والمعازيم اللي شافوك كلهم، والمعازيم اللي لسه هيروحوا يحكوا، يعني فضيحة بكل المقاييس. وده ذنبي يا ماما. من غير ماما مش من حقك انك تتكلم الكلمة دي. مش من حقي لو كنت غلطان. انا موت يسمي الكذب والمكابرة. على اي حال الحمد لله احنا ما تورطناش في اي حاجة، والمحامي موجود وحيلغي الشركة اللي بيني وبينك ان شاء الله. ويلا فضيحة بفضيحة بقى، وانا شخصيا خارجة بره الغي الفرح وهعتذر للناس. بعد ما حلفت قدام حضرتك، بعد ما قطعت كل علاقاتي القديمة، والطيش اللي قبل الجواز انتهى وعدى. أمال مين البنت اللي قابلتها قدام السراي؟ الغيرة يا ماما. غيرة؟ مش دي البنت اللي زبطتها في البيت عندك؟ يعني في ناس بطالة بتزعل لما شاب زي يستقيم ويتحمل المسؤولية. أدفع ثمن استقامتي. حضرتك تقلبيني على حاجة انتهت من شهور، ولا تقفي جنبي وتساعديني؟ معقولة حضرتك اللي تعملي معايا كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة. طيب 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 خلاص، ما فيش رجالة بتعايا. عشان مقهور حاسس بالظلم، يا ريت حضرتك تسمحي لي ابوس ايدك. تسمحي لي وانا اقبل حكم حضرتك بنفس رضية وبكل ممنونية. مفيش ابن ابدا بيزعل من ماماه مهما عملت فيه. مش كده يا ماما؟
شايف لاقين على بعض ازاي؟ ما احنا كنا لاقين على بعض برضه. ايه ده بس يا سميحة؟ عقبال بنتنا يا رب. يا رب، بس اللي ناولني على سرايا زي دي كنت عملت لها احلى فرح في الدنيا. هتيجي، احمد ربنا احنا ماشيين صح قوي. الفرح، مو الفرح، بفتكرها وهي صغيرة كانت تشعبط على كتفي، تحط ايدها في جيبي وتاخد الشوكولاتة، ايام بتجري. انت بتبص لي كده ليه؟ انت مش حاسة بجمالك؟ ما تيجي نسهل العالم دي كلها ونهرب. ازاي بقى؟ يعني بس انا مش قادر استحمل اكتر من كده. لا، انت وعدت، ما تبوظش اتفاقك، لان انا مش هسمح لك. وانا عندي كلمتي، بس نتحرف على بعض كويس. طب هتسيبني اكمل دراستي؟ يا لحد الدكتوراه. امال ليه بتقولي ان احنا نهرب ونسيب الناس؟ عشان نبتدي التعارف. شوفوا اللي هيجرالك مني يا أدري الليلة دي. والله ما أنا معدية الليلة دي على خير. اتفضلي.
مستني. معقولة؟ خلاص بقى نزلني، أنا مش صغيرة. لحد السرير. الحمد لله على السلامة يا روز. بس ده سيري لوحدي. ها؟ طبعا. هما اوضتين نوم يا ماما زي انت ما طلبت بالظبط. على فكره دادا ودادا رتبت الهدوم بتاعتك في الدولاب زي ما كان في السرايا. هي وصفني اقول لك كده. طيب انت مش هتغيري؟ طبعا. طب مستنيه ايه؟ مستنيه لما تخرج. لازم يعني؟ اتفقنا مش كده؟ صحيح. تمام ممكن شوكت. الو ميرسي. مين حضرتك؟ اللي خدته القرعه تاخده مش شعور. ضرتك يا حبه عينيا. احنا الاتنين شركه في الباش مهندس. ايه لك الادب دي؟ اتفضل. ايه في ايه وريني؟ واحده بتقول انها ضرتي. الو. وغلاوتك عندي لافضحك واخليها طين على دماغك ودماغها واخلي جرستك من الشرق للغرب. هتشوف هعمل فيك ايه. الو. مفيش حد بيرد. انا هاخد التليفون ده بره، مش ناقصين دوشه. انت متجوز واحده تانيه يا ادري؟ واحده تانيه؟ اللي خلاك تقولي كده بالذمه؟ ده كلام ما هي بتقولي انا ضرتك. تطلع مين دي بقى؟ ما اعرفش. اكيد هزار غلس من واحده ما اعرفش، او جايز واحده من صحباتك في المدرسه مدرسه منك. يعني انت ما عندكش فكره؟ نونا يا حبيبتي، مش عايزين كلام فارغ زي ده يلغص علينا حياتنا. حبيبي. طيب انا هسيبك تغيري هدومك. Thank you.
ممكن ادخل؟ لا. طب ممكن لحظه واحده بس؟ اليانسون يا فندم. معقولة؟ زي ما فهمتني ولاد، لما بيفوت معاد نومك وتقلقي بتشرب يانسون. أنا فعلا كنت محتاجة فنجان اليانسون ده. طب اتفضل. بس أنا يعني بصراحة ما تصورتش إن أنت تعملهولي بنفسك. ليه بقى؟ على الاقل احاول اثبت لك اني ما بخوفش زي ما انت متصوره. خلاص انا ما بقتش خايفه دلوقتي. ازاي يعني؟ اصل موضوع اليانسون ده رقيق منك قوي. لا ولسه، لما تشربيه هتغيري رايك فيا 180 درجه. اتفضلي. مرسي.